سلام صحباتي العزاز، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. مهم اليوم غنسجل لكم فلوغ لانه اليوم غندير شي حاجه تقريبا سبيسيال. كتسولوني بزاف ديال الحاجات، يعني بغيت نجاوبكم بزاف، نوريكم شحال من حاجه بغيتو تعرفوها نيت في هذا الفلوغ. المهم الفلوغ ديال اليوم البنات، دابا انا يلاه ديتني المدرسه، رجعت انا ما كنفطرش فاش كنفيق، يعني كنمشي كندي بنتي للمدرسه كنرجع عاد باش كنفطر، ولا كان عندي شي حاجه ما يدير ديما كنرجع نفطر باش كنمشي نقضي شغالاتي. المهم ما كنفطرش في الاول، ما كنقدرش زعما في الصباح بكري ناكل شي حاجه، لهذا دابا غادي نصاوب الفطور ديالي، غادي نفطر ومن بعد غادي نمشي نتغدى. عندي بزاف ديال الحاجات نقضيهم اليوم، انا من داك النوع ديال البنات ما عرفتش حتى نتوما تقدر دوزو سيمانه زعما ما تخرجوش تقضي شي حاجه في الزنقه، واخا انا زعما تقريبا كل نهار كنخرج نقضي شغالات، غير هو تقدري دوزي حتى سيمانه تقضي شغل ولا ما تقضي والو، وتجيك واحد النهار اللي تخرجي فيه وخصك تخدي الشغالات كاملين. يعني انا داكشي كيوقع ليا، يعني خارج الخدمه خارج زعما ما كنهضروش على دنيا شوب، مثلا الاعمال ديال الدار، مثلا خصني نتقدى شي حاجه، خصني نسول على شي حاجه، خصني نصاوب النظار، خصني نمشي عند الدونتيست نسول ولا ناخذ رونديفو. ديما مثلا نقدر اليوم نخرج ما نقديش ما نمشيش مع حتى شي حاجه ما نديرها، ونبقى حتى السيمانه الجايه وخصني ندير هادشي كامل، نجمعو كله نديرو، نمشي عند الدونتيست، نمشي عند مول العينين، نمشي عند ميركادونا نتقدى، نمشي يعني نجمعو كلشي في نهار واحد نحيدو عليا. انا من داك النوع، وهادشي درتو غير مشيت 3 ايام هادي، خرجت نهار كامل قضيت كلشي حيدتو عليا داكشي اللي كان خصني ندير، واليوم عاوتاني عندي ما يدار. بغيت ندوز البنات نسول على الليزر ديال تحيدو الشعر من الوجه هنا بشحال كيديروه، غندوز عند دوك نسولهم، غنمشي عند مالين دادر. مشيت كيما قلت لكم ديك المره ماشي يومين هادي باش يعطوني الريسيطه ديالي، باش بغيت ناخذ نظر اونلاين ساعه خصني واحد اللعيبه، واحد سولوني على واحد البي دي العبار ديال العين ديالي، وبغيت نمشي نسولهم نقول لهم عطوه ليا. وغندوز ميركادو نتقداو. هنايا اللي بغيت نشارك معكم هذا الشيء لانكم بزاف كتسولوني، كنت درت شاركت معكم عيد زواجي اللي فات، وكيجيوني بزاف الاسئله دابا ديال العواطف، فين كتشري داك الورد، عواطف فين كتشري ديك الحاجه، عواطف هذه، لهذا هاد المره قررت نشارك معكم كل شيء، يعني ملي غنتقداه باش بهذه الطريقه حتى البنات بتشريو شي حاجه تقدروا تلقاوها وتعرفوا فين كتباع. لهذا انا الصراحه باقي ما عنديش شي فكره شنو غادي ندير في عيد الزواج، عندي فكره اني غندير عشاء بحال ديما خفيف، ما غنديرش بحال ديك المره اللي فات، من ندير داكشي يكون شويه الطبله تكون خفيفه وتكون تنوع شويه، يعني على حسب جوج الناس كما كتعرفوا، ماشي غادي ندير زعما شي حاجه نعمر، ولكن غندير داكشي يكون شويه زوين هكا رومانسي كما كنقولوا، غيكون داخل فيهم كانابيس. المهم دابا تشوفوا ان شاء الله كلشي، غتشوفوا شنو تقديت، غنوريكم شنو تقديت اليوم، وان شاء الله في الفيديو اللي موراه غادي نوريكم كيفاش زعما حضرت المائده وشنو وجدت في هاد عيد زواجنا. المهم البنات غادي نموت بالجوع، كرشي كتغرغر بالجوع لهذا غادي نفطر، نصاوب الفطور ديالي نفطر، وديك الساعه عنديكم معايا نتقداو، وغادي تشوفوا كاع داكشي يعني اللي غادي ناخذ باش غادي نحضر المائده، وان شاء الله غادي نقول لكم كل شيء، يعني كل حاجه من شريتها يعني اتمنى تقريبا والبلايص فين تقدروا تلقاو داكشي كاع باش حضرت المائده ديال عيد زواجنا. يلا بوسه كبيره، نهاركم مبروك، ومشي نوجد الفطور ديالي. هاني وجدت الفطور، فطوري جديد خصوصا في هذا الكاس الجديد اللي خديت مؤخرا، واللي دائما فاش كنفيق كنلقى قدامي ستيلو، كنلقى قدامي دفتر خدمه دنيا شوب، دائما دائما وابدا. المهم بنات انا كنفطر، كنت باغا نشعل البيسي نبدا نتفرج فواحد السيريه كنتفرج فيها، بالحق ما نبداش نتفرج باش ما نضيعش الوقت، غنفطر فطوري ونمشيو نخرجوا نتقداو. هو البنات هذاك الورد اللي حطيت في عيد زواجنا كتسولوني عليه بزاف، هو هذا شفتوه كيجي وكتكون فيه ريحه زوينه وكيجي فيه بزاف، وديري 75 سنتي. كاين هذا، كاين الالوان بحال كاين هذا المخبزين بالالوان، شوفوا كيكون في التينوس ديما ضروري ما يكون عندهم، وهذا الحمر كيجيبوه فاش كيكون هاد المناسبه ديال عيد الحب، وهادشي شي مرات كيسالي وشي مرات كيكون لقيتو خذو منه. المنتي كيكون حاطين حدا الزيوت اللي كيديروا الريحه والند والشمع، البلاصه كاين هنايا في هذا البازار اللي حدا ميركادونا، البلاصه اللي كاينه انفاس الشمع، شوف هنا فين كاين نفس ديال الشمع. وبالنسبه للشمع عاوتاني كاين هادو، كاين هادو صح، هذا فين بزاف الحق ما كاينش باللون الاحمر، كاين بالغوز وكاين بهذا اللون، بالحق في شي بازار اخر تلقاوهم.
هذا الشمع يلا جابوه جديد ديال هاد لامارك لومار، ماشي ريحتهم كتحمق عاطيه من بعيد. هذه ريحتها واعره، اللي كتعجبها ريحه القرفه هذه، عرفتي ريحتها ورد كتحمق. ممكن عندي هذه توحشت شي شميعه بحال هكا. كاين عندهم هذا ديال الفاني ديال الكوكو، وكاين هاد لامارك اخرى ثاني، كاين هادو كيجيو جوج والثمن ديالهم هادو اورو 55 ديال جوج، وهادو اورو 65 رخاصين. هادو جداد اللي هي دجاج عادي، وهذا صراحة تيليق مع السلمات المغربية، دير في يدي سير ولا بغيتي دير ستار 75. عاوتاني جابو جدادين هادو كانو سالاو منهم جابوهم، هادي ديال 3 اورو 80 الصغيرة، والكبيرة 4 اورو 75. جابو جداد هاد القراعي عندي اللي متا اورو 95. كشي بنات ديال الحلوى بالنسبة لي يلا جو جداد و داكشي ما عارفينش فين نلقاو، هو كاين هنا تا هو في بازار ديال الشينوا. هادو جابوهم جداد بحال هادو زوين، لي بونبون ديال الشوكولا شتو جابو بحال جابو حاجة جداد ما كانوش مثلا هاد المولديس هادو كانوا زالو ليهم عاودو جابوهم هاد التقطاع، وهادو كاع ديال السيليكون الفلان ولا كيكا ولا لي بغيت شتو زوينين. صافي بهاد الباسيو كامل فيه تجي الحلو، وهنا كاين الطباغ داكشي لاخر. وبالنسبة للأثمنة ماشي حاجة، ماشي زعما غاليين اورو 95، هدا بحال هادو ديال لي بونبون اورو 50، هادو باش كيقطعو 75 سنتيم على حسب. هادو تاني جوج اورو 15 هاد الغوز، هادو مفيهمش الثمن، عندهم بزاف ديال الحالات. هدا كاس القيد كيحمق، كيجيب الغلاقة ديالو ديال 3 اورو 25، بحال بديرو شي حاجة وتخليوها مغطية. زعما كنو غاديين مزروبين ولا في الطوموبيل ولا هادا تهزو معاكم قهوتكم واعر، بحق ما نشريتي انا شريت واحد. جابوهم شحال كيحمقو، ها زوينين اللي غادي دير ديكوراسيون في البيت ديالها. دايرين هادو 6 اورو 60، هادو 6 اورو 30، كتبي هنا داكشي اللي بغيتي ولا تعلقي شي نوطة هنايا واعرين. البنات هاد المريض عاجبني دير 39 ولكن بالبيض ماشي هاد اللون، كاين هذا عاوتاني بثلاثين صغير شوية عليه شفتو، شوفو هذا واعر بالنسبة لي بيديرو في صالون المغربة يديرو عرض، كاين بالألوان هاد اللون كيحمق على نقري على نحاسي واعر، وعندو بزاف ديال الموديلات شفتو. كاين عجبني هذا مهاش نلبس ليه مهم جينز ترول تريكو ديال الخيط، قبل نقولكم تروال ديال الخيط تريكو ديال الخيط صبر ديلا صافي لوك ساهل ماهل. المرايات عاوتاني بنات شو هذا زوين، هذا واعر ستيل ديالو صراحه هادو حاجه زوينين. شوف زعما تقدري ديري شحال تبان بحال خديتيها مزارهم بحال مثلا هذا ستيلي هذا ماشي زوين، هذا بحال اللي بيدير ويدات الصغار ديال 13 اورو فاش شي حاجه. حاجه البنات كتسولوني عليها هما هادو باش كيحيدوا الشعر شفتوهم، هادو كيتطواو هما كاين في تشينوس 75، وكاين عاوتاني هذه كنتو كتسولوني عليها بزاف دايره 24 شفتو، وكاين في الالوان وهادو حتى مر كاين في الالوان. هادو اللي عندي انا عندي واحد نورمال وهذا كيتطوى شفتوه، المهم كتسولوني عليهم انا وريتهم لكم. بالنسبه لهاد العويدات هادو ديال الكنابيس تلقاو ميركادونا الجهه ديال ماشي ديال بالتصاوب في بيتيه ولا شي حاجه ديال عيد ميلاد. ممكن هادو كاين عندو عاوتاني بلاطوات هنا وهاد البصل، المهم ما تجيو تشوفو شنو كاين. انا خديتهم باش زعما تعرفو منين خديتهم، ودايرين اورو 60. هاي انا رجعت لكم، المهم بنات تقديت وجيت لداركم شفتو كلشي، كنت باغا نسجل لكم فاش دخلت ميركادونا سجلت لكم شي لقطات، وكنت باغا نسجل لكم كلشي داكشي اللي كناخذ بالاثمنه، لانه بزاف ديال البنات كاينين في المغرب بغاو يجيو كيقول لي عاوتاني فورينا حتى الاثمنه وسجلي لنا يعني داكشي، وكاين البنات يلاه جبتها هما كيقول لكم كيبغيو يشوفوا هادشي ديال الاثمنه، ولكن كان المدير كيدور تماك على الصباح وكما كتعرفوا ممنوع تسجلوا ميركادونا، قلت زعما انا في الصباح ما غيكون تيكونوا ملهين هادوك كيكونوا خدامين كيكونوا قلال، ولكن كاين المدير براسو لي هذا نو نو نو. كنت كنسجل لكم واحد الوقيته غير هادوك العواد ديال الكنابيس ويبان لي تماك صافي ستوب، قلت لها نبقى نسجل لكم ويجي يقول لي شي هضره، وصراحه انا من النوع اللي ما كنرضاش خصوصا انا عارفه بانه ممنوع في ميركادونا، يعني قلت غيخسر لي الجو ونقدر كاع ما بقيتش نصور انا هذا الفلوغ يطلع لي الزعاف، المهم مع راسي غادي يخسر لي الجو، انا عارفه راسي كي داير
لهذا تعرفتي عواطف بلا ما تسجلي حتى ضروري لبناتك شي اللي خديتي. نقول لكم الاثمنه تقريبا، وكما كتعرفوا يعني كل حاجه راه في السكسيون ديالها، الفرماج حتى الفرماج، الحوت حتى الحوت. المهم انا غنحاول داكشي اللي ما معروفش فين كاين نشرحوا لكم، واخا صراحه ما خديتش بزاف ديال الحاجات اللي ما معروفينش فين كاينين. صافي البنات كما قلت لكم وبغيت نسجل لكم حاجات اخرين ملي كتخرج ميركادونا وداكشي، ولكن اصلا تقدر لي شارج من التليفون وكتهزت تقول كنت باغا ملي خرجت ميركادونا كنقول لكم زعما انا غادي للدار وهذه نطلقوا في الدار، قاد لي الشارج وضراتني يدي مع هزه الثقل. المهم نعاود لكم شنو قديت باش ما يضركمش راسكم وباش حتى نقول لكم شنو درت. ملي خرجت ميركادونا مشيت عند مالي نضادر باش نسولهم على ديك العبار اللي قلت لكم، قال لي ما نقدرش نعطيوه لك لحقاش على حسب الكادر ديال نضادر. يعني دابا مثلا بغيت ناخذ هذا الكادر عنده عبار، ولا بغيت ناخذ كادر اخر عبار اخر ما عرفتش. المشكله بغيت ناخذ هذا نضادر اونلاين لانها كولابوراسيون، وبغيت زعما باش يعطوني هذا العبار هذا. قال لكم ما نقدرش نعطيه ليا لحقاش كما قلت لكم على حسب الكادر. وصافي ودست عند مالي لايزر على حسب الوجه على حسب زعما الشعر اللي كيكون هنا وداكشي، وقالوا لي السي كيديروا هنايا ثمن رخيص ولكن الشهر. انا كسولت تما في اوريويلا فواحد المدينه هنا قريبه لينا كيديروا كل 3 شهور. انا صراحه كنفضل كل 3 شهور نتهنى نهائيا، ما بقاش زعما انا كل مره بالحق. عاوتاني هذا قريب ليا يعني نقدر ما نشد لا تر لا والو، نخرج غير هكا ندير دنيا مدرسه نمشي عندهم ندير داكشي، وهذاك بعيد يعني خصني نشد التران ضروري. لهذا فكرت قلت اش غادي ندير معانا، مع عمري درت اللايزر كاع على وجهي ولا حتى شي حاجه، نجرب هنايا شهر. اصلا شهر هنا رخيص، هي كي شهر كي 3 شهور هم يعني شهر رخيص و 3 شهور بحال اللي كتجمعي زعما الثمن ديال 3 شهور بحال اللي كتجمعي الشهور شهر شهر وشهر وشهر. لهذا كتعرف اش غادي ندير، غندير شهر واحد منها نجرب واش انا البشره ديالي غتحمل داكشي واش غتعجبني النتيجه. مهم نجرب لانه سمعت البنات بزاف الناس كيهضروا على هذا الليزر كيقولوا بانه زوين، ماشي غير الشعر حتى ليطاش اللي عندنا في الوجه كما كتشوفوا. انا باقي عندي شويه ليطاش ديال الحبوب ما عرفتش كيبان لكم، حتى من ليطاش ديال الحبوب قال لك تيبهاتوا كيتفتحوا. دابا انا متبعه واحد التريتمون ديال ليطاش البنات، انت كاع ما قلت لها نسول واش نقدر زعما واش نقدر ندير الليزر واخا انا كندير هذا التريتمون. المهم تبع دابا واحد التريتمون صراحه راه غادي ليا مزيان، واخا دابا دايره كريم اساس اللي كنديرها قليله، تخيلوا كريم اساس يمكن هذه اول مره غتبقى لي هاد المده هادي زعما القرعه، لاني كندير غير واحد شويه ما كنديرش بزاف ومزيان. ها نتوما كما قلت لك عند ليطاش اللي عندي بزاف معيقين، وهما عندي واحد جوج هنايا هنايا ملحق راه صافي بداو كيمشيو، ما بداوش كيمشيو زعما داك المشي كيمشيو كيمشيو زعما بداو كيبهاتو كيفتحوا. وعندي شي وحدين عاوتاني هنا، اغلبيه عندي هنا في البلايص هادو ديال ليطاش ديال الحبوب، وعندي شي وحدات هنايا بلاصه مغطيه من الضادر هي شي بزوين ندير الضادر. المهم كيف ما قلت لكم غندير هنايا شهر ان شاء الله، غندير الا بغيتو الا كنتو مهتمين قولوها لي في التعاليق، وان شاء الله نهار نمشي نهار نمشي عندهم غنمشي ان شاء الله رشديت الرونديفو. الا كنتو مهتمين قولوها لي في التعاليق باش نعقل ونسجل نسجل لكم الفيديو فاش نكون غاديه، ونشوف الا بغات تمشي معايا شي صاحبتي باش تسجلني وتشوفوا نتوما لي طاباس كاع اللي كيديروا فاش كيديروا هذا الليزر، ونقول لكم الاثمين هنايا. وكيف ما قلت لكم غنشوف الا عجبتني القضيه غنمشي لتماك، غنمشي لاوريويلا ندير ديال 3 شهور حيت ليا لحقاش كل شهر كما قلت لكم كتجيني العجز. انا نبقى كل 3 شهور كل شهر نمشي، وخصوصا اللي كان كيضر لحقاش انا سمعت كاين انه يعني كيضرك في البشره ديالك، صحاباتي اللي جربوه قال لك بانه هو قاصح شويه. هذا اللي كان كيضر انا في يوم نمشي كل شهر كل شهر ضربوني تماك بالضو نو نو نو، غنمشي ندير ديال 3 شهور نتهنى كما قلت لكم. اللي تشوفوا راه هو نفس الثمن. صافي بعدا حيدت عليها الدرس لحقاش ديما كنقول نمشي نطرق نسول ديما ديما ديما، وديما العكس ديما كنقول صافي خليتها الغدا خليتها السيمانه الجايه خليتها الشهر الجاي. هاد المره كنت غنمشي لحقاش اصلا اللايزر من الاحسن نديروه فهاد الوقت يكون بارد. انا بعدا بالنسبه ليا خصوصا في لي طاش وداك الشيء كنت نديرو دابا لحقاش لا خليتو تاع الصيف كاول مره، ما تعرف البشره كيف ما قلت لكم ديالي وما عرفش ما عرفش كاول مره كنت حسن نديرو فواحد الجو باقي بارد شويه وصافي. وصافي البنات هادشي اللي درت زعما ما درتش شي حاجه، بعدا قديت شغالات صراحه اللي كنت بغيت نقدي وصافي هادشي هو اللي قديت. تنفكر ليك ما درت شي حاجه اخرى وصافي. ان شاء الله دابا غنمشي نقلي شي شغالات اخرين غير في الدار هنايا، وقبل ما نجيب دنيا ان شاء الله غادي نوريكم شنو خديت. يعني ان شاء الله غتشوفوها دابا ملي غادي نسالي هاد الهضره غنوريكم شنو خديت. وبالنسبه للمائده ديال العزوجنا ان شاء الله غادي تكون ابارتي في فيديو اخر ان شاء الله. وهاد التقديه هادي ما غنديش باغي مائده وحده، نقدر ندير لكم جوج مائدات، مائده وحده دابا وان شاء الله ندير لكم مائده اخرى. يعني باش بهاد الطريقه لحقاش كنلاحظ بزاف ديال البنات كتبغوا هاد هاد المائدات هادو ديال ديال عيد الزواج، ولا ماشي من الضروري عيد الزواج البنات، يعني مره مره تفرحوا راسكم وازواجكم ديروا شي طبيله هكا رومانسيه، نعسوا الوليدات ريحوا تعشاو تفرجوا في شي فيلم ضحكوا لعبوا. صراحه غادي تلاحظوا واحد الحاجه
انكم غتوليو قراب لبعضياتكم وغادي توليو بحال الاصدقاء، يعني كثر من الازواج بحال الاصدقاء، كتعاودوا كتهضروا على الفيلم مرتاحين، ماشي بحال ما كيكون الوليدات تزكى انت دير انت حط انت ريحي جيبي حطي، يعني انت كتكوني مستريسي وكتستريسي هو حتى هو كيتستريسا، ما كتحسوا لا بالفيلم لا حتى شي حاجه، ولكن ملي كيكونوا نعسوا الوليدات وكتحطوا ديك العشيوه وكتريحوا وتهضروا وكتضحكوا وكتلعبوا كتحسوا كما قلت لكم بالراحه بحال يلاه تزوجتوا. لهذا قلت علاش لا نبقى مره نشارك معكم هكا مائدات، باش ماشي حاجه سهله، ماشي هكا شي سبت في عشيه شي جمعه في العشيه على حسب كل واحد اللي يناسبو، ديروا شي عشيوه بحال هكا ما تتعبوش راسك، ما تتعبيش انت راسك، لانك انت تستاهلي ترتاحي ديك النهار، انت كتستاهلي تستمتعي مع الزوج ديالك، ماشي تبقاي انت غير طيب طيب ما يجي فين تجي الليل تتسخفي. نو انا ضد هذه الفكره، لهذا نديروا بحال هكا كنابيس، نديروا شي حاجه نقيب، واحد كوكاكولا ولا اي مشروب كيعجبكم، ونريحوا نضحكوا نتفرجوا، ماشي من الضروري كما قلت لكم دجاج محمر والبسطيل وداكشي، يعني داكشي خفيف ظريف ورومانسي وزوين وسهل ليك وبنين ليكم بجوج. وصافي البنات نخليكم كثرت الهضره، كيعجبني عاود لكم التفاصيل وداكشي نشارك معكم، وخصوصا دابا توحشتكم شحال هادي ما درتش شي فلوغ. المهم اللي كيعجبو يشوف الهضره ديالي، راه كيشوفها اللي ما عجبوش ينقز هادشي كلشي ويدوز للمفيد. يلا خليتكم دابا حتى من بعد نوريكم شنو تقديت. ودابا البنات غنشارك معكم شنو هما الحاجات اللي تقديت كيف ما قلت لكم باش نوجد هاد الليله ولهاد عيد زواجنا. وبالصدفه توصلت بهاد المنتج هذا مع مي الريبوتيكا صافا مقلوبه، اكيد فتحتو نشوفو حقاش الريحه ديالهم كتحمق. هادو هذا مي الريبوتيكا، ديما جارت معايا كتشد ليا الباكيتي وكتقول لي بغيتي نعرف عواطف كاينه ساكاخا، كتقول لي شنو كاين ديك كاخا بركي ولا سوبر بيان. قلت لها راه هاد المنتج ديال مي الريبوتيكا، مي الريبوتيكا ريحتو مزوينه. المهم كما قلت لكم توصلت بهاد المنتج من عندهم، لانه كما كتعرفوا حنا دابا عيد الحب على الابواب، لهذا قلت علاش لا نشارك معكم. بالنسبه للبنات اللي كتحتفلوا بعيد الحب وديرهم كادو ولا بغيتو تحطوهم في بيتكم، المهم انا غنشاركهم معكم ديك الساعه كل واحد اللي بغى. كما كتشوفوا كيجي كلشي مقاد مصاوب، زعما ما تخافوش هادشي يجي مهرس. هي عباره على هاد الباكيتي هذا ولا هاد الكاخه هادي، كيجيو فيها جوج حاجات انا غنوريهم لكم، وفيهم ريحه الفريز عرفتي كتحمق ريحتهم البنات كما قلت لكم انا راه فتحتهم. كيجي ميكادو هادو، هاد العويدات هادو مع هاد القريعه خاصة بلاتي، كتجي هاد القريعه ديال ميكادو، شوف القريعه ديالها كتحمق كتشبه ديال سميتهم ديال السيروم. شوف شحال زوينه كتحلها وكدير هاد العويدات هنايا، وكتبقى تطلق الريحه في الدار ولا في البيت ديالكم، انا غنحطها في البيت ديالي ولا بحال هكا في الصالون اللي عجبكم، وكتبقى تطلق الريحه زوينه. المهم انا غنوريها لكم عن قرب، وهذه سميتها ميكادو كوراسون دي فريساس. وبالنسبه لهادو البنات غراه اديسيون ليميتادا، يعني دايرينها دابا بمناسبه عيد الحب، بغا يفوت يعني عيد الحب صافي ما غاديش يبقاو. لهذا الا عجبوكم راه مزيانين، خصوصا الا خديتو هادشي بجوج، الا خديتو هادو بجوج كتبقى معكم القضيه زوينه. وكتجي عاوتاني هاد الكريم هادي ولا هاد المانتيكه هادي، انت هي كتجي بحال هكا. هاد المانتيكه البنات على حسب الماساج، يعني بغيتو ديروا بها ماساج ولا لا بغيتو ديروها حتى شنايفكم ولا اي بلاصه بغيتو ترطبوها زعما وتحسوا بها مقشره ولا ناشفه ولا متضره، تقدروا تستعملوها. كتجي بحال هكا، كتهزوا شويه في يديكم وكتدهنوه كتسخنوه بيديكم وكديروا ماساج ديالكم، ولا كيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوها حتى لافيوز ديالكم. واو شي ريحه كتحمق البنات كتحمق، وكي قلت لكم تقدروا ديروها لافيوز ديالكم. هي كتجي يعني كما كتشوفوا انها قاصحه بالحق، ملي كتهزوا شويه وكتسخن مع زعما مع اللحم ديالكم كتسخن وكذوب. لهذا كما قلت لكم تلاق الماساج ولا الشنيف ديالكم، هما دايرين على حساب ماساج بالحق، زعما الا زعما ما بغيتيهاش انت على حساب ماساج ديريها في الصاك ديالك وتبقاي تستعمليها كيف ما قلت لك الشنيف ديالك ولا اليدين ديالك اللي بغيتي. عرفتي ريحتها كتحمق البنات فيها بحال ريحه الفريز مع شويه المسك، عرفتي ريحه كتحمق كتحمق البنات، ما عندي ما نقول عليها. عرفتي اصلا كما قلت لكم انا حليتها وشميتها حمقاتني، هذا باقي ما حليتوش بالحق، نحلو غادي نشاركوا معكم، غنحلو نيت نهار عيد زواجنا ان شاء الله. وصافي كما قلت لكم هذو جوج الحاجات اللي كيجيو كنصحكو بهم لانهم زوينين. هادشي ديال مي روبوتيكا راه كلشي مكتوب بالعربيه، شتي البنات كلشي عندهم مكتوب بالعربيه، لهذا البنات اللي ما كتعرفوش زعما ما كتعرفوش الاسبانيول وهذه يلاه جيتو راه كلشي مكتوب بالعربيه، وحتى الكتالوج ديالهم مكتوب بالعربيه، اي منتجات ديالهم كلهم مكتوبين بالعربيه. وكما سبق لي قلت لكم راه عندهم منتجات طبيعيه وزوج وداكشي كاع اللي كتبغيو راه عندهم، دخلوا لاباج ديالهم راه غنخليها لكم في لاباغ دانفو يعني في قناه الوصف، غتلقاو مخليه لكم اللين ديال هادو بجوج، ودخلوا عندهم لاباج ديالهم غادي تلقاو بزاف ديال الحاجات عندهم، كريمات زيوت، المهم كاع داكشي اللي زوين عندهم هو ان كلشي عندهم طبيعي، وخصوصا اللي تاخذوا داكشي لوليداتكم الصغار ما تخافوا حتى شي حاجه. وانا ديما كنقول لكم البنات يعني
من الاحسن حاولوا بحال هكا تخلقوا جو في عيد زواجكم ولا بلا عيد زواجكم، يعني ماشي بالضروره حتى العيد زواج ولا عيد الحب، يعني بحال هكا مره مره ديروا واحد الطبله رومانسيه، ريحوا مع زوج ديالكم، ديروا شميعات، ريحه زوينه، يعني داكشي كيغير لك النفسيه، كيغير النفسيه ديالو، كترتاحوا وكتهضروا بخاطركم. المهم حاولوا تخلقوا جو، يعني كما كتعرفوا الحياه الزوجيه ولا العلاقات الزوجيه مع الروتين كيبقاو غاديين كيموتوا، اكيد كيبقى الاحترام، كيبقى داك الحب وداكشي، ولكن كتولي بحالي صافي كندي درتو اليوم كنعاودو غدا، درتو اليوم كنعاودو غدا، بحالي كطفى ديك الشعله كما كنقولوا اللي بيناتنا، يعني داك مهم. لهذا من الاحسن مره مره نبدلو شي حاجه، كما قلت لكم نتفرجوا فيلم، نهضروا بخاطرنا بلا الوليدات، نخرجوا بوحدنا الا قدينا، اكيد بزاف ديال الناس ما كتقدروش تخرجوا بوحدكم، يعني لحقاش ما كاينش والديكم ولا شي حد يشد لكم وليداتكم، بالحق ماشي بالضروره كما قلت لكم نخرج، يعني مثلا تقدروا تستمتعوا بداركم بلا ما تخرجوا ديروا شي فيلم مع حد الوليدات ناعسين. المهم خلقوا الجو، نتوما كل وحده تعرف ظروفها وكيفاش تقدر تسير راسها، خلقي ضروري ما تلقايش وقت تخلقي فيه شي جو مع زوجك وتريحوا بوحدكم، ضروري ما تبقاو تلقاو واحد الوقت ليكم بوحدكم اللي تهضروا فيه، تفرجوا فيلم، تشاركوا يعني شي حاجه تهضروا مع بعضياتكم بحال اصدقاء، تخويو قلبكم على بعضياتكم بلا مبير. اكيد حقاش الراجل ملي كيشوف المراه بغات تهضر شي موضوع صافي تيقول او اتنسيون جا وقت نقير، لهذا نو خصكم تعودوا من هذاك الوقت فاش كتنعسي وليداتك كتجيو تهضروا داك الفيلم ديالكم ولا تعشاو ولا هذا، غير تهضروا في المواضيع ديالكم، افكار اللي كتفكروا ديروا حوايج زوينين بلا نقير، واكيد هو فين ما شاف ديك الوقت ديك النهار كتوجدي باش تريحوا مع بعضياتكم غادي يفرح لانه عارف غير تهضروا غيدردشوا، ما كاين لا نقير لا حتى شي حاجه. وصافي بارك عليا من الهضره، انا نوريكم دابا شنو تقديت باش نوجد العشاء. غنبداو اول حاجه هما المواعن اللي خديتها البنات من تشينوس. كما قلت لكم خديت الشميعات هادو غنوريتهم لكم ودايرين اورو، كانوا باقيين عندي بالحق، عجبوني هادو فيهم ريحه زوينه. وخديت هادي ديال كانيلا زي ما قلتها لكم، هادي ديال اورو 65، ريحه ديالها كتعجبكم القرفه، والله الا ريحه القرفه يا البنات محطوطه. وخديت هاد جوج طباصل هادو البنات لانه عندي ولكن كنجيب ليهم ماما جوج من المغرب، بالحق فيهم الورد من هنايا يعني كيجيو حسن الحلوه، وبغيت هادو بالنسبه بحال هكا المالح يعني كيجيو حسن المالح، وغادي نحتاجهم فهاد العشاء نيت بحال مره كنبغي ناخذهم وكنسى، كنمشي للتشينوس وكنسى، هاد المره كنت كنظن نتفكرهم. المهم دايرين بحال هكا طوالين، كاينين عندهم اللي كيجيو غير طوالين بحال هكا صغارين، كاين اللي كيجيو مربعين، المهم عندهم بزاف ديال الموديلات. وهادو كندير جوج اورو 90 لواحد، وخديت جوج كما قلت لكم على حسب المملحات، عجبوني هادو جاو هكا سامبل المملحات وداك الشيء، وخديت جوج نشوف كي غادي تجيني في الحطه ديال الطبله وداك الشيء اللي عجبوني اكثر نقدر ناخذ اكثر. صافي البنات هادشي هو اللي خديت من تشينوس، ندوز نوريكم شنو خديت من ميركادونا. ومن ميركادونا البنات خديت هادو، هاد الطوست هادو كنت باغا نصاوبهم غير في الدار، ديك النهار طقتهم عند بنت خالي بحال هذا الشكل معمرين وعجبوني وجوني لذادين، ديما كنت كنشوفهم كنقول غيجيو قاصحين، صراحه ديال ميركادونا ما جربتهمش، اللي جربت عند بنت خالي كانت خداتهم من واحد سوبر مارشي اخر، وقلت غنجرب هاد ديال ميركادونا نشوفو كي دايرين، اما دوك اللي دقت عند بنت خالي عجبوني بالحق، كان سوبر مارشي يعني ما فيه ما نجي لهنا ونمشي لواحد اخر. وخديت هادو ميركادونا نجربهم شويه زوينين، كيجيو ساهلين في التعمار البنات، كيف ما قلت لكم انا باغا ندير لكم واحد العشاء رومانسي ساهل ورومانسي وزوين، اللي شافوه يتشهى بالحق ساهل بلا ما تتعبوا راسكم يعني في الترميل وفي الروينه، لهذا قلت علاش لا نوريكم. وهذا البنات كانوا رخاص مديرين غير كدا 50 سنتيم وفيهم 60 حبه، يعني راه تقدروا ديروا بلاطو ديال كانابيس بهادو. وخديت حتى هادو لحقاش، اما غندير لكم هادشي في عشاء واحد كلشي يعني هاد هادو هادو، اما غندير كما قلت لكم جوج مائده ديال العشاء، وحده غادي نحط لكم دابا بالنسبه عيد، بالنسبه لعيد زواجي، وبالنسبه اللي بغى يديرها العيد الحب اللي كيحتفل، وغندير لكم ان شاء الله وحده عاوتاني مره اخرى بالنسبه للافكار اخرى كما قلت لكم، ماشي بالضروري يكون عيد زواج ولا عيد حب، سينو بحال هكا ديروا شي عشي ورجالاتكم ولا لراسكم يعني مع بعضياتكم غير هكاك وصافي تفرحوا راسكم. المهم كتجي بحال هكا، وهادو فيها 10 20 انو 16 16 وحده، شي 16 وحده راه مكتوبه تما، المهم 16 وحده. وخديت البنات هادو ديال الكنابيس، هادو البنات هادو كانوا دايرين يمكن اورو 65 كنظن، هادو شويه غاليين على هادو لحقاش هادو يعني عجينه اخرى وستيل اخر. وخديت هادو راه وريتهم لكم، عقلتش الثمن شحال كان اورو ولا ما عرفتش، المهم راني وريتهم لكم هادو في الفلوج. خديت البنات الكوري لحقاش محتاجه ليه، وبغيت نوري لكم لان بزاف البنات اللي تكونوا ما عارفينش فين كاين الكوري، هاد الكوري ميركادونا خطير حسن من ديال الدي وديال ليدل، انا جربت ديال الدي وليدل، ديال ميركادونا خطير فورتي قاصح زوين، يعني انا كيحمقني مع الروز، لهذا راه كاين ميركادونا ورخيص غير كدا 60 سنتيم. وخديت الالباكا لان غنحتاجها في هاد العشاء ان شاء الله، والباكا حتى هي ما غاليهش كاع شي كيفاش غالي عندهم. وخديت شي حاجه تخاصني للدار نوريهم لكم، صافي خديت هاد البلاستيكات ديال اللحم وديال الحوت ديال كاع المجمد خديتهم كانوا سالاو ليا،
هادوك دايرين غير اورو 20. خديت هاد ديال الدوش باش باش نجدد هاديك ديال الدوش ديالنا قولها فتره من الفتره خصها تجدد. وخديت شي دريا سنا حتى هي ديالتي كل 6 شهور كنجددها وديالتي خصني نجددها بشي. خديت هادي ديال اورال بي لقيت غير هاد ستيل اللي عندهم ديال اورال بي والاخرين ديال ميركادونا على علاقه خايبين يعني رطبين. انا كنحتاج شي ديال السنان يكون شويه قاصحين يعني هادوك رطبين ما كيلاقوش ليا. وخديت البنات شوكولاتي خديت الشوكولات الكحل والشوكولات الابيض باش نزين بهم واحد الفاكهه اللي غتكون حتى هي في هذه الطبله ان شاء الله. وهادو البنات الشوكولات يمكن هادير اورو 20 اورو ما عرفتش المهم اورو شي حاجه ما ماشي بزاف. خديت البنات السالمون خديتو هذا مشرمل. هاد السالمون البنات كنضل كندير ما عقلتش واش اورو 80 جوج اورو شي حاجه المهم ما كانش فيه جوج اورو شي حاجه ما كاينش. السالمون كما كنعرفوه شويه غالي يعني الكيلوطاس ديالو غاليين. خديت البنات الحوت خديت صدفات البحر وخديت الكروبيت نرجعو في الثلاجه ما فيها ما نجيبهم اصلا تقطر ليا شي قطره هنايا ولا شي حاجه تبقى لي ريحه الحوت. المهم راني قلت لكم شنو خديت باش ندير العشاء. خديت نص كيلو من الكروبيت وخديت ما عرفتش شحال هذيك الشبكه اللي كتبع ديال دوك الصدفات ديال البحر ما عرفتش شنو ميخيونيز ما عرفتش يعني شحال فيها ديال الكميه بحق خديت باش ندير ان شاء الله الصوبين ان شاء الله الا كتاب. المهم صافي هادشي يمكن. وخديت سميتهم هذوك الباليتوز ديال المار سميتهم بلاتي العربيه سوريمي. خديت السوريمي هادو قاعد رجعهم في الثلاجه كيما قلت لكم باش ما زعما باش ما صافي خصهم يبقاو في الثلاجه. وخديت اشنو اخر خديت اللي حطيت في الثلاجه هادشي حاجه اخرى خديت الفرماج للدهن وخديت سميتها موتزاريلا. هادشي كلشي درتو في الثلاجه انا قلت لكم لان غنحتاجو في العشاء وحيدتو قلت لكم نديرو في الثلاجه باش ما يخسرش. خديت الفريزه الفريز خديت سميتها الميرميلاده لان هاد سالات ولاني نقدر نحتاجها نقدر لا المهم. ولكن في كلتا الحالات اللي ما احتاجيتهاش في هاد العشاء غنحتاجها في العشاء الاخر. واصلا كما قلت لكم سالات من الدار وخديتها. خديت البنات هادو انشوا الانشوا لان غنحتاج هادشي الكنابيس كيبغوا بزاف بحال هاد التخريبيقات هادو هالانشوا هالسالمون هادشي. وهاد الانشوا دايره اورو 60 كنظن لا غلطت في الاثمنه شويه ما تجيوش عليا. ها هي البنات شوف نسيت هادي ما درتهاش في الثلاجه موتزاريلا صحاب درتها لقيتها مع هادشي مع داك ديال الفريكو درتو في البلاستيكه بوحدو نسيت هادي ما درتها ما حيدتهاش. المهم خديت غير وحده لان غير وحده اللي غادي نحتاج باش حتى هي نزين بها المائده ديال 250 غرام. وهادي حتى هي كندير يمكن واش 80 سنتيم ولا ما نعرف. وخديت جيل دوش لاني محتاجه ليه وكنصحكم بهاد جيل دوش لانه واعر البنات خطير فيه كميه كثيره كيرطب ريحته زوينه. انا خديت جيل لوز كنت كتحمق باقا تنعقل لانه ولا كنا كنستعملوه في الدار ديالنا وكنت كناخذه مره هنا في داري. الحق ملي كيمشي راجلي ما كيجيبش هذا كيجي بي ام لاطوخا ويا اما كيجيب دوب ويا اما كيجيب ديال ميركادونا. ديال ميركادونا كنكرههم صراحه ريحتهم زوينه ولكن ما كنحش كيهدراتيو كيخليو الجلد ناشف لهذا كنصحكم بهذا راه زوين. داير 3 اورو وكما قلت لكم فيه كميه كثيره وكيرطب يعني ما كتدوشي وهذا ما كتحسيش بالبشره ديالك ناشفه كتحسي به كيهدراتي لك البشره ديالك. اوبا طيحت هادشي صافي البنات كنظن هادشي هو اللي خديت من ميركادونا من تشينوس. كما قلت لكم بعد الحاجه اللي درتها في الثلاجه ان شاء الله غادي تشوفوا داكشي كلشي زعما ملي نكون وجد العشاء ان شاء الله غادي يكون نهار خاص. وصافي هادشي اللي كاين هذه هي العشي هذه هي القضيه اللي غادي اللي تقديت باش ندير هاد العشيوه والحاجات اللي زعما باش نزين الطبله. الورد راني وريته لكم اللي كتسولوني عليه بزاف. حاجه وحده اللي نسيت هو دوك العيبات اللي كيجعلها هكا بالضو ولكن ما عرفش هاد العام واش غندير الطارطه في زعما في هاد المناسبه ديال عيد الزواج ولا لا. نقدر ما نديرش طارطه غندير يعني شي حاجه حلوه ولكن ماشي من الضروري الطارطه. الا بغيتو ديروا الطارطه وبغيتو دوك اللعبات اللي كيشعلوا هكا غير بالضو يعني ما بغيتوش ديروا زعما النمره ولا هذا راه كاينين حتى هما في التشينوس هما كيكونوا في جهه البلاصه فين كيتبع الشمع كيكونوا في واحد الكرتونه وهما بحال شكل عويد سمحوا لي البنات على شكل عويدات راه كاين تما كدايرين يمكن اورو 50 اورو 20 وكيجيو بزاف بهم. كما قلت لكم كنت بنوريهم لكم ولكن نسيت سمحوا لي. وصافي صحباتي العزاز انتظروني ان شاء الله نبغي نشارك معكم العشيوه كنتمنى تعجبكم يا ربي. المهم نحاول ندير كما قلت لكم شي طبيله تكون في المستوى وتكون سهله لكم وزوينه وتعجب الزوج ديالكم وتفرحوا. وفي نفس الوقت انتي ما تعليش انا دائما خصكم نتوما ما تعيوش ليا راسكم هذاك الشيء اللي قديتو عليه فرحوا راسكم فرحوا ازواجكم ماشي تعبوا راسكم باش تفرحوا ازواجكم. نو 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 خصكم ديروا داك الشيء على قد كتيفاتكم ما تعبوش ليا راسكم. المهم خليو التعب يجيو الضياف ولا شي نهار عادي ولا بالحق عيد زواجكم عيد الحب شي عيد بغيتي تحتفلي به ما تعبيش راسك بزاف. الا قديتي تخرجي تعشاو على برا ما كاين ما احسن منها. ما قديتيش بغيتي تخلقي جو في دارك ديري شي حاجه سهله صافي اكيد الزوج ديالك هو غادي تفرحوا ديك الديطاي ما غاديش تفرحوا لانك حطيتي دجاجه محمره سين غادي تفرحوا الديطاي اللي وجدتي ليه.
وصافي صحاباتي العزاز ما سخيتش بكم، خصني نمشي نجيب دنيا، باقي لي 10 دقائق هي هذيك اللي لبست برديتي انا باقي لابسه حوايجي، غنمشي نجيب دنيا من المدرسه، وديك الساعه غير نقدر نوجد شي حاجه دابا نسجلهم، نقدر لا حتى الغدا، المهم على حسب انا ولقانا ان شاء الله. المهم ولكن ان شاء الله هاد العشيه غادي تكون عندكم في القناه، يا اما غدا السبت يا اما الحد ان شاء الله. دائما كنقول لكم ان شاء الله، لان شحال مره كنقول غندير ديك الحاجه وما كتصدقش لي، هذا كلشي بيد الله، قديت نحطو هي هذيك ما غاديش غادي يكون، يعني في القريب العاجل ان شاء الله. وذا كبيره كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في الفيديو ماجي ان شاء الله. ما تنساوش دعمكم وحبكم واللايكات ديالكم، لانهم كيفرحوني وكيدعموني باش نشارك معكم كل شيء اللي يقدر يفيدكم. وذا كبيره، باي باي.